او منتخب مصر المحليين طبعا. طيب عمرو جمال بيقول سعيد بالعوده للمنتخب، اعرب عمرو جمال لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عن سعادته للانضمام لمعسكر الفراعنه، ويستعد المنتخب الوطني للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب في الفتره من 23 وحتى 28 مارس، يتخللوا طبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه توجو يوم 28 مارس القادم. اضاف عمرو جمال اتمنى قياده المنتخب خلال الفتره المقبله لاثبات جدارتي بالانضمام لقائمه المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم المقبله. الحقيقه عمرو جمال واحد من اللاعبين الجيدين جدا بعد الاصابه، وطبعا زي ما حضراتكم فاكرين عمرو انطلق مع النادي الاهلي بشده وتالق بشده كبيره جدا جدا على الفتره الاولى في المنتخب. المنتخب مع النادي الاهلي الاول قبل المنتخب، وبعد كده راح للمنتخب، ولكن الاصابه رجعته مره اخرى، رجع بعد الاصابه مره اخرى ولكن لم يكن على المستوى الجيد، على المستوى الجيد. وفي النهايه عمرو جمال دلوقتي بيثبت جداره، واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين، ادى المباراه الاخيره بشكل رائع الحقيقه، بيتحرك في كل حته، بيبذل مجهود كبير. احنا هنحاول نجيب دلوقتي عمرو جمال او احمد الشيخ، اي حد فيهم، اي حد فيهم ممكن نكلمه عن حبه او رايه في انضمامه للمنتخب خلال الفتره القادمه. ايضا وجه الغزال عمرو جمال الشكر للكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي لمنحه الفرصه خلال مباريات الفريق الفتره الماضيه والعوده لجزء من مستواه، مشيرا الى انه السبب الرئيسي في العوده لقائمه الفراعنه مره اخرى. اشار عمرو جمال انه كان يتمنى احراز هدف مباراه خلال امس خلال مباراة فريقه أمس أمام بيتفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 32 من بطولة أفريقيا لقتل اللقاء تماما والعودة بنتيجة إيجابية، لولا أن القائم حرمه من إحراز الهدف في آخر دقائق المباراة. وليد سليمان بيخضع لفحص طبي الأربعاء المقبل، أكد خالد محمود الطبيب النادي الاهلي ان وليد سليمان سيخضع لاختبار طبي الاربع المقبل لتحديد مدى تخلصه من اجهاد العضله الخلفيه وامكانيه مشاركته في المباريات او في التدريبات الجماعيه. كان وليد سليمان تعرض لاجهاد في العضله الخلفيه خلال مشاركته في مباراه فريقه بالامس امام بيتفيست الجنوب افريقي. ايضا اضاف دكتور خالد ان اللاعب سيكون جاهز للمشاركه في تدريبات الاربعاء والخميس على حد اقصى. واشار طبيب الاهلي ان وليد سليمان يعاني من اجهاد خفيف والجهاز الفني فضل استبداله في مباراه الامس لتجنب تفاقم الاصابه.